بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس معادلة الخط المستقيم، الدرس الأخير في الهندسة. الدرس ده يا ولاد هنجزأه إن شاء الله لمجموعة من المسائل. النوع الأول من المسائل: إزاي نكون معادلة الخط المستقيم معلومية الميل والجزء المقطوع. بعد كده هناخد إن شاء الله مسائل الأكمل، وبعدين مسائل الرسومات الهندسية، نتعامل ازاي مع الرسمة نطلع منها الميل والجزء المقطوع. درسنا قبل كده ان الميل عبارة عن التغير الرأسي على التغير الأفقي. عشان اجيب الميل عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، درسناه في الدرس اللي فات يا ولاد. والميل برضو بنجيبه عن طريق ظل الزاوية. لو المستقيم بيصنع زاوية حادة مع محور السينات الموجب، يبقى الميل بيكون إشارته موجبة. الميل إشارته موجبة وعن طريق ظل الزاوية. لو بيصنع زاوية منفرجة، الميل بيكون سالب. معادلة الخط المستقيم: ص بتساوي م س زائد ج. م اللي هي الميل، وج بتعبر عن الجزء المقطوع من محور الصادات، سواء الجزء الموجب اللي هو فوق نقطة الأصل، أو الجزء السالب أسفل نقطة الأصل. يبقى أنت أهم حاجة تبقى عارف الميل بيجيبه إزاي. الميل فرق الصادات على فرق السينات. لو المستقيم بيمر بنقطتين، تقدر تقول ص 2 ناقص ص 1 على س 2 ناقص س 1. ولو المستقيم بيميل بزاوية قياسها هاء، الميل عبارة عن ظل الزاوية. وتبقى عارف إن الدالة، لو أنت يعني الزاوية بتصنع حادة، المستقيم بيصنع زاوية حادة، يبقى هنا الميل هيكون بالموجب، يعني دالة تزايدية. ولو الميل بالسالب، هيبقى في زاوية منفرجة، شايفين الدالة هنا تناقصية بتقل. يبقى لو في زاوية منفرجة، يبقى الميل لازم يطلع بالسالب. ولو المستقيم بيصنع زاوية حادة، طبعا يا ولاد مع محور السينات الموجب مش السالب، انا لما اجي اخد الزاوية بقيس مع محور السينات الموجب، تمام؟ يبقى لو جاب لي زاوية بجيب ظلها، وبالتالي انا اطلع الميل. كمان ممكن اطلع الميل بمعلومية سالب معامل س على معامل ص. يعني لو عندي معادلة خط مستقيم ص زائد 5 س ناقص 3 بتساوي صفر، دي معادلة عايز اطلع منها الميل، اعمل ايه؟ اقول له سالب معامل س على معامل ص. معامل الس هنا اللي هو بخمسة، هتبقى سالب 5 على معامل الص اللي هو بواحد، فيبقى سالب 5 على 1 بيساوي سالب 5. دي طريقة تانية للميل. يبقى احنا خدنا كذا طريقة الوقت، ثلاثة. الطريقة الأولى: لو المستقيم بيمر بنقطتين، هتجيب الميل فرق الصادات على فرق السينات. ولو قال لي المستقيم يصنع زاوية مع محور السينات الموجب، بجيب ظل الزاوية. ولو قال لي معادلة خط مستقيم ص زائد 5 س ناقص 3 بيساوي صفر، أقدر أطلع الميل مباشرة عن طريق سالب معامل السين على معامل الصاد. يعني أشوف معامل السين بكام وغير إشارته، أخدها بالسالب. لو كانت بالسالب تبقى بالموجب، ولو الموجب تبقى سالب. سالب معامل س على معامل الصاد كما هو، فبالتالي الناتج يطلع بسالب 5 في المعادلة اللي قدامي. طب لو حبيت أجيب الجزء المقطوع من محور الصادات، أعوض في المعادلة مكان السين بصفر. طب حبيت أجيب الجزء المقطوع من محور من محور إيه؟ الصادات، أجيب السين بصفر، أعوض عن السين بصفر. عايز أجيب الجزء المقطوع من محور السينات، أعوض عن الصاد بصفر. بالعكس، لأن المستقيم لما يقطع هنا محور السينات، هتبقى الصادات مش موجودة. ولو المستقيم قطع محور الصادات، القيمة عندك هتبقى ايه؟ بصفر. يبقى المستقيم لو قطع محور السينات، الميل نقدر نطلعه عن طريق ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. نختار اي نقطتين ونطلع الميل. لو قال لي بصنع زاوية، بنطلع الميل برضو ظلها. طب لو قال لي المستقيم يقطع محور السينات، بستفيد ان الصاد بصفر في المعادلة. لو قال لي المستقيم يقطع محور السينات، يبقى الصادات بصفر. عشان كده لو طلب نقطة تقاطع مع محور الصادات، بعوض عن السين بصفر. ولا يوجد نقطة تقاطع مع محور السينات، بعوض عن الصادات بصفر، وهكذا. عندي معادلة مثلا 2 ص بتساوي 5 س زائد 3، أقدر أطلع من المعادلة الميل، لأن المعادلة موجودة في الصورة العامة: ص بتساوي م س زائد ج، تمام؟ فأقسم كله الأول على كام؟ على 2، لأن الصاد لازم معاملها يبقى بواحد. فيبقى ص بتساوي 5 على 2 س زائد 3 على 2. يبقى الجزء المقطوع من محور السينات، ها، يبقى قد ايه يا ولاد؟ لو عايز اجيب الجزء المقطوع من محور السينات، هعوض عن الصاد بصفر. طيب الجيم، الجزء المقطوع من محور الصادات، الجزء المقطوع من محور الصادات، ها، بعوض عن السين بصفر.
فيبقى 3 على 2، يبقى صاد بتساوي 3 على 2 اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الجيم، جاهز قدامي ده. يبقى انت لو عايز تجيبها مباشرة من المعادلة، عايز تجيب جيم هتعوض عن الايه السين بصفر، فيطلع لك صاد بتساوي 3 على 2، او تقسم المعادلة كلها على 2، فبالتالي الميل هيبقى معامل السين اللي هو 5 على 2، والجزء المقطوع يبقى 3 على 2. كذلك طول الجزء المقطوع من محور الصادات، لو طلب مني طول الجزء المقطوع من محور الصادات بجيب معيار الجيم. تمام، في فرق ما يقول لي طول الجزء المقطوع من محور الصادات ويقول لي الجزء المقطوع من محور الصادات. طوله اللي هو معياره لازم يطلع بالموجب، يعني مثلا ص بتساوي 3 س ناقص 5، عايز اجيب طول الجزء المقطوع من محور الصادات، ما اقولش -5 بقى، هاخد موجب 5. طب لو قال لي يا مستر طول الجزء المقطوع من محور السينات، اعمل ايه؟ هعوض عن الصاد بصفر، فيبقى طول الجزء المقطوع من محور السينات هيبقى 5 على 3، لان الصاد بصفر، فنودي الـ5 بعكس الاشارة، هتبقى 5 على 3، وده طول الجزء المقطوع من محور السينات. انما طول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو مين؟ اللي هو الجيم، او عوض مكان السين بصفر، عايز اجيب الجزء المقطوع من محور الصادات اعوض عن السين بصفر، هتبقى ص بتساوي -5. طب انا عايز اجيب الطول، اقوم جايب معيار الرقم اللي طلعته. تمام، يبقى كلمة طول دي، لان مفيش طول بالسالب، خدوا بالكم، ما في حدش يقول لي طول الجزء المقطوع من محور الصادات -5، لا، يقطع جزءا، لو قال لي مثلا يقطع جزءا من الصادات بيساوي او -5، لكن طول الجزء المقطوع من محور الصادات طوله يبقى بـ5 اللي هو المعيار. الجزء المقطوع من محور السينات قلنا اللي هو ايه؟ 5 على 3. طيب في صورة تانية لمعادلة الخط المستقيم، س على أ زائد ص على ب بيساوي 1. المعادلة اللي قدامي بدلالة الأجزاء المقطوعة، يعني لو المستقيم بيقطع من محور السينات جزء طوله أ ويقطع من الصادات جزء طوله ب، فإن معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة أ وباء هي س على أ زائد ص على ب بيساوي 1. يبقى دي معادلة الخط المستقيم بدلالة الأجزاء المقطوعة. طب الميل، لاحظ الميل هيطلع بالسالب، لأن المستقيم بيصنع زاوية منفرجة مع محور السينات، وبالتالي س على أ زائد ص على ب بيساوي 1. تمام، لو حبينا نجيب الميل بقول سالب معامل س على معامل الصاد، معامل الس هنا بواحد على أ، ومساوي معامل الصاد هنا بواحد على ب، يبقى الميل سالب ب على أ. أو تجيب التغير الرأسي على التغير الأفقي، تقول له ب على أ والإشارة سالبة لأن الدالة تناقصية. كاتبين مع بعض الميل تحت اهو، حبينا نجيبه بإيدينا، سالب معامل س على معامل ص اللي هي سالب 1 على أ على 1 على ب يديك سالب ب على أ. نلاحظ يا ولاد، لو المستقيم بيمر بنقطة الأصل يعني جنب صفر، وبالتالي معادلة الخط المستقيم ص هتساوي م س. طب افرض جاب له معادلة 2 س ناقص 3 ص ناقص 6 بيساوي صفر، وعايز أجيب الميل والجزء المقطوع، هعمل ايه؟ هقسم المعادلة اللي عندي على معامل الصاد، يعني اودي الاتنين س بعكس الإشارة، وادي الستة الناحية التانية بعكس الإشارة، عشان اجيب الصورة العامة اللي هي ص بتساوي م س زائد ج. يبقى انا هودي الاتنين س بعكس الإشارة تبقى سالب 2 س، وادي الناحية التانية سالب 6 بعكس الإشارة تبقى موجب 6. بعد ما عملنا كده نعمل ايه؟ هنقسم الحدود كلها على سالب 3، ها، لأن معامل الصاد بسالب 3، فيبقى صاد بتساوي 2 على 3 س ناقص 2، لأن 6 على 3 فيها الاتنين وإشارة سالبة. إحنا عملنا معادلة الخط المستقيم خلاص، نقدر نطلع الميل بقى، يبقى الميل بيساوي 2 على 3 وجيم بتساوي سالب 2. يبقى لو طلب مني ميم وجيم أقول له ميم اللي هو الميل بـ2 على 3، والجيم اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي سالب 2. طيب معادلة تانية، س على 2 زائد 3 ص بيساوي 6. أول خطوة هنعمل إيه يا أولاد؟ هنودي الس على 2 بعكس الإشارة الناحية التانية، فيبقى 3 ص يساوي سالب س على 2 زائد 6. طيب نعمل إيه؟ نتخلص من التلاتة اللي هي معامل الصاد، نقسم كل الحدود على 3. هنا تبقى إيه؟ ص بتساوي، لأن هنا 3 على 3 فيها الواحد، وهنا سالب 2 على 3 هنقسمها على 3، هنضرب المقام في 3 يعني، فيبقى س على 6 زائد ايه؟ زائد 2 والإشارة سالبة.
فيبقى الميل سالب واحد على ايه؟ على 6، والجزء المقطوع بيساوي 2. طيب شوف سؤال تاني. معادلة س على 2 زائد ص على 3 بيساوي 1. هنا الميل بنقول سالب معامل س على معامل ص، معامل الس اللي هو ايه؟ بنص، ومعامل الص بتلت. فلما نيجي نقسم هيبقى سالب نص على تلت اللي هي سالب 3 على 2، يبقى الميل بسالب 3 على 2 نقدر نجيبه مباشرة. والجزء المقطوع من محور الصادات ب3، ولو طلب الجزء المقطوع من محور السينات بيساوي 2. يبقى طالما المعادلة جاية في الصورة العامة نقدر مباشرة من غير ما نضرب في أي حاجة، أو هنا في خطوة للحل، يعني ممكن يعني إيه تضرب الحدود اللي عندك زي ما عملنا فوق، نسيب الصاد على 3 لوحدها ونودي السين على 2 بعكس الإشارة، لكن إحنا ممكن نجيبها مباشرة كده طالما هي موجودة على الصورة العامة اللي هي س على أ زائد الصاد على ب بيساوي 1. يبقى الميل سالب معامل س اللي هو سالب نص على معامل الصاد هي بتلت، تطلع بسالب 3 على 2. ممكن نجيب مباشرة، ها طالما هي موجودة في الصورة العامة يبقى العدد اللي الصاد مقسوم عليه ده الجزء المقطوع من محور الصادات 3 وحدات، والجزء المقطوع من محور السينات وحدتين. ولو جينا نرسم الدالة هنبقى واخدين بالنا يا ولاد ان الدالة اللي عندنا دالة تناقصية، لان الميل هنا بالسالب. تعالوا نشوف تمارين يا ولاد من كتاب المعاصر على الميل والجزء المقطوع من محور الصادات. أول معادلة ص بتساوي 5 س ناقص 3، هنلاحظ إن الميل هنا ب5 والجزء المقطوع بسالب 3. المعادلة 2 س ناقص 3 ص ناقص 6 بيساوي 0. الميل بقول سالب معامل س على معامل الصاد، يعني معامل الس هنا ب2 فتبقى سالب 2 على سالب 3 اللي هي معامل الصاد، فالسالب هتروح مع السالب فيبقى الميل ب2 على 3. الجيم اللي هو الجزء المقطوع بنعوض يا ولاد عن السينات بصفر. لو عايز اجيب الجزء المقطوع من محور الصادات بشيل السين دي واكتب مكانها صفر، فيبقى سالب 3 صاد ناقص 6 بيساوي صفر، واشوف الصاد هتبقى بكام. الصاد هتبقى بسالب 2، يعني هعملها معادلة، هودي السالب 6 بعكس الإشارة تبقى 6 على السالب 3 تديك سالب 2. يبقى تاني كده يا ولاد عشان اللي مش فاهم، هنعوض مكان عشان اجيب الجزء المقطوع، احنا خلاص طلعنا الميل اللي هو سالب معامل س ده اهو انا بعمل الصاد، فيطلع 2 على 3 تمام. لكن لما نجي تجيب بقى الجزء المقطوع تقوم معوض مين عن السين بصفر، تحذف السين خالص كده، فيبقى المعادلة سالب 3 صاد ناقص 6 بصفر، سالب 3 صاد ناقص 6 بيساوي صفر. تعملها ازاي؟ شوف الصاد بكام رقم، يعني هنعوض مكانه عشان يتضرب في 3 بالسالب عشان يضاف منها او يضاف عليها سالب 6 يبقى بصفر، او اعملها معادلة لو ما انتش فاهم الطريقة ديت التعويض الأرقام، واعملها معادلة وادي السالب 6 بعكس الإشارة، هتبقى سالب 3 ص بيساوي 6. بعد كده اقسم على المعامل على السالب 3، لما نقسم على السالب 3 يا أستاذ هنا وهنا هيديني الناتج بسالب 2، يبقى سالب 6 على 3 بيديني ايه؟ سالب 2. مفهوم؟ يبقى الجزء المقطوع بسالب 2. طب المعادلة اللي بعدها رقم 5 بيقول لي ص س على 2 زائد 3 ص بيساوي 6، شايفينها؟ المعادلة اللي هي رقم 5. الميل اللي نقدر نجيبه اللي هو سالب معامل س على معامل ص، معامل الس هنا بنص، أقوم قايل النص الميل بيساوي أهو، الميل بيساوي سالب معامل الس اللي هي سالب نص يا أستاذ على معامل الصاد، الصاد هنا معاملها ب3، يبقى سالب نص على 3 نعمل إيه؟ القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني يا مستر، ها؟ شاطرين يا ولاد فاهمين نعمل ايه؟ يعني انت عشان تجيب الميل بتقسم سالب معامل س على معامل ص، لما تيجي تقسم القسم اعملها ضرب واقلب الكسر التاني، فيبقى الناتج سالب 3 على 2. ده الميل، الميل بسالب 3 على ايه؟ على 2. ماشي، يبقى احنا جبنا سالب معامل الس اللي هو سالب نص على معامل الصاد اللي هو ب3، القسمة بقت ضرب وقلبنا الكسر ايه؟ قلبنا الكسر التاني بقت كام؟ سالب نص في تلت، هنقلب التلاتة يا ولاد، التلاتة مقامها بواحد، لما نقلبها تبقى واحد على تلاتة ونضرب بسط في بسط ومقام في مقام، فيطلع الميل بسالب سدس. طب عايز اجيب الجزء المقطوع من محور الصادات، يبقى انا هحذف السينات خالص، يبقى 3 ص بيساوي 6، يعني الصاد هتبقى ب2 وبالتالي الجزء المقطوع ب2.
طب رقم 6 يا أولاد موجودة في الصورة العامة، اللي هي س على 2 زائد ص على 3 بيساوي 1. الرقم اللي تحت ده الجزء المقطوع من محور السينات، والرقم اللي تحت هنا الجزء المقطوع من محور الصادات، والميل عشان نجيبه بنقول سالب معامل الس على معامل الص، يعني تقول سالب نص اللي هي معامل الس على معامل الص اللي هي بتلت، يبقى الناتج بيساوي هتقول سالب نص في 3، لأن مقلوب الواحد على 3 ب3، فلما يضربهم في بعض هيديك الناتج سالب 3 على 2، يبقى الميل بيساوي سالب 3 على 2، تمام؟ هي سالب معامل السين على معامل الصاد. عايز تجيب الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هي الجيم، يبقى ايه ب3 اللي هو الرقم اللي تحت، لأن المعادلة دي موجودة على الصورة العامة، اللي هي س على أ زائد ص على ب بيساوي 1، شايفينها؟ كان بيقول لي س على 2 زائد ص على 3 بيساوي 1، يبقى الجزء المقطوع من محور السينات 2، الجزء المقطوع من محور الصادات ب3، والميل بقول سالب معامل ص على معامل السين، تمام؟ فيبقى الميل بكام؟ بسالب 3 على 2، أو التغير الرأسي على التغير الأفقي. التغير الرأسي هنا بتلات وحدات، التغير الأفقي وحدتين، 3 على 2 إشارة سالبة لأن ده لا تناقصية. يوجد معادلة المستقيم إذا علم ميله ب2 ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات 7 وحدات، يبقى الحل إيه يا ولاد؟ ص بتساوي م س زائد ج، الميل هنا ب2 يبقى أقول له ص بتساوي 2 س زائد 7 اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات. طب هنا بيقول لي الميل بسالب 1 ويقطع، رقم 2 ميله بسالب 1 ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات 3 وحدات، هيبقى ص بتساوي سالب س زائد 3، يعني الميل بسالب 1 والجيم ب3، فيبقى سالب س زائد 3. طيب هنا بيقول لي الميل بسالب 3، رقم 3 يا ولاد، الميل ب2.5 ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 1 وحدة. طب نعملها ازاي؟ احنا عندنا الميل ب2.5 اللي هي 5 على 2، يبقى ص بتساوي 5 على 2 س، وطالما يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 1 سالبة يعني الجيم بسالب 1، فيبقى المعادلة ص بتساوي 2.5 س ناقص 1، أو أقول له 5 على 2 س ناقص 1. طيب رقم 4، ميله سالب 3/4 ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 2.5. خد بالك المعادلة اتفقنا إن هي ص بتساوي ميم س، عشان اللي بيتلخبط ميم س زائد ايه؟ زائد ج. يبقى انت هتجيب المعادلة ازاي؟ هتعوض مكان الميم ده بالميل اللي هو جايبه، تمام؟ ايا كان بقى هو جايبه متعوض بيه، والجزء المقطوع لازم تعرف هو بيقطع من الجزء السالب ولا الجزء الموجب. لو قالك الجزء السالب هتعوض هنا بسالب، الجزء الموجب هتعوض هنا بموجب، وتكتب الرقم اللي عندك، فتبقى ص بتساوي سالب 3/4 س زائد 2.5. طب رقم 5، بيقول لي ميله بصفر. طيب طالما الميل بصفر يعني المستقيم عندنا بيوازي محور السينات، ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 2، يعني ص هتساوي سالب 2 لأن الميل هنا بصفر، هتختفي خالص السين. طيب رقم 5، رقم 6، ميله بسالب تلت ويقطع ويمر بالنقطة 0 و2، يمر بنقطة 0 و2 يعني بيتحققوا، طالما 0 و2 يعني الجزء المقطوع من محور الصادات 2، يعني المعادلة ص بتساوي سالب تلت س زائد 2. ليه عملنا زائد 2؟ لأنه بيقطع من الجزء الموجب 0 و2. طب ميله بسالب 2 ويمر بنقطة الأصل، يمر بنقطة الأصل دي معناها إن الجيم بصفر، يبقى ص بتساوي سالب 2 س، دي المعادلة. تعالوا نشوف السؤال رقم 3 1، معادلة المستقيم. أوجد معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 135 درجة. أول حاجة بندور عليها الميل، الميل عندنا نقدر نجيبه بمعلومية الزاوية، الميل بيساوي ظل الزاوية، يبقى أنت هتجيب ظا 135 يديك سالب 1، فتبقى المعادلة ص بتساوي سالب 1 س. ليه؟ لأنه يمر بنقطة الأصل، يعني مفيش جزء مقطوع، يعني الجيم متتكتبش، تبقى بصفر. تعالوا نشوف رقم 2، بيقول لي أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و2 ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45 درجة. يبقى احنا هنفرض أول حاجة إن معادلة الخط المستقيم هي ص بتساوي م س زائد ج، ص بتساوي م س زائد ج،
بيصنع زاوية قياسها 45 درجة، يعني الميل بيساوي زاوية 45. يبقى انت اهم حاجة تجيب الميل وتجيب الجزء المقطوع عشان تكون المعادلة. يبقى ص بتساوي م س زائد ج، الميل ظل الزاوية اللي هو زاوية 45 بواحد، وبالتالي المعادلة ص هتساوي س زائد ج. طب المستقيم بيمر بنقطة 3 و2، بما ان المستقيم يمر بنقطة 3 و2 اذا تحقق معادلته. يعني تعمل ايه؟ تعوض مكان السين ب3 والصاد ب2 في المعادلة اللي انت فارضها. يبقى بعد ما بتجيب الميل بتعوض عنه، وبعد كده تجيب النقطة اللي المستقيم بيمر بيها ايا كان، ايا كانت النقطة بتعوض بيها في المعادلة. فهتقول له هنا تبدأ بالصاد الاول، اقول له 2 بيساوي 3 زائد ج، وبعدين تحلها معادلة. يعني ج بتساوي 2 ناقص 3 بسالب 1، يعني ج بسالب 1 اللي هو الجزء المقطوع، وبالتالي ص بتساوي اقول له س ناقص 1. يعني الميل كان عندنا بواحد وعندنا الجزء المقطوع بسالب 1، فالمعادلة ص بتساوي س ناقص 1. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، رقم 3. أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءا طوله 3 وحدات، ويوازي المستقيم الذي معادلته 2 س ناقص 3 ص. احنا عايزين نجيب معادلة المستقيم الذي يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 3 وحدات، يعني ج بسالب 3. يبقى لما افرض المعادلة اقول له ص بتساوي م س زائد ج، الجزء المقطوع عندنا 3 وحدات في السالب، يعني ج بسالب 3. طب ما هو بيقول لي يوازي المستقيم يا ولاد. يوازي المستقيم معناه ان ميل الاول زي ميل التاني، طالما المستقيمين متوازيين يبقى ميل الاول هو ميل التاني. طب الميل نجيبه ازاي؟ الميل عبارة عن سالب معامل السين على معامل الصاد. فاهمين؟ يبقى اكتب ج بتساوي سالب 3. نفرض ان معادلة المستقيم ص بتساوي م س زائد ج، وبما ان لام واحد بيوازي لام اتنين، اذا م واحد بيساوي م اتنين، او سالب معامل السين اللي هو سالب 2 على معامل الصاد اللي هو سالب 3، فيطلع الميل بيساوي 2 على 3، وبالتالي معادلة ص هتساوي 2/3 س ناقص ج، لان الميل جبناه ب2 وقال لي ان الجزء المقطوع من محور الصادات 3 وحدات طولية. يبقى انت اهم حاجة تكتب المعادلة، تفرضها ص بتساوي م س زائد ج، وتبدأ تفكر هجيب الميل ازاي. الميل هنا نقدر نجيبه عن طريق سالب معامل السين على معامل الصاد، لان المستقيم اللي عايزين نجيب معادلته بيوازي مستقيم اخر. طالما بيوازوا بعض يبقى ميل الاول زي ميل التاني. طب الميل نجيبه ازاي؟ سالب معامل س على معامل ص، فتبقى سالب 2 على سالب 3، يبقى الميل ب2، وبالتالي المعادلة ص بتساوي 2 س ناقص 3. ليه كتبنا مكان الجيم بسالب 3؟ لانه يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات 3 وحدات طولية. تعالوا نشوف المسألة رقم 4 يا شباب. بيقول لي اوجد معادلة المستقيم العمودي على المستقيم 3 س ناقص 4 ص زائد 7 بيساوي 0، ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءا مقداره 6 وحدات، يعني الجيم بتساوي 6 اللي هي الجزء المقطوع من محور الصادات. طب هو بيقول لي عمودي على المستقيم. يعني ايه عمودي على المستقيم؟ طالما المستقيمين متعامدين، يعني ميل الاول في ميل التاني بسالب 1. طب انا اقدر اطلع الميل من هنا ازاي؟ اقول له سالب معامل س على معامل الصاد، فالميل هيساوي سالب 3 على سالب 4 اللي هو بيساوي 3 على 4، وبالتالي مين المستقيم بقى اللي انا عايز اجيبه؟ اقلب الكسر واغير الاشارة. تعالوا نشوف الكلام ده مكتوب يا شباب ويا ولاد. فرضنا المعادلة لام واحد بتساوي ميم سين زائد جيم، واحنا عندنا لام واحد عمودي على لام اتنين، يعني ميل الاول في ميل التاني بسالب 1. طب الميل نجيبه ازاي؟ اقول سالب معامل سين على معامل الصاد، يعني سالب 3 على سالب 4 يطلع 3 على 4. اقول له بما ان لام واحد عمودي على لام اتنين، اذا ميم واحد بيساوي سالب 1 على ميم 2، وبالتالي الميل بيساوي سالب 4 على 3. يعني بعد ما جبت الكسر هتقلبه وتغير الاشارة لانهم متعامدين. طب انت جبت الميل وعندك الجزء المقطوع ب6، خلاص تقدر بقى تكون المعادلة اللي انت فرضها. جبت الميل بسالب 4 على 3 وعندك ج ب6، فتبقى لام حيث ص بتساوي سالب 4 على 3 س زائد 6.
رقم 5، أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع جزءا موجبا من محور الصادات مقداره 5 وحدات، وعمودي على المستقيم المر بالنقطتين سالب 2 و1 و2 و7. طيب هو المستقيم دلوقتي يا ولاد بيقطع جزءا موجبا مقداره 5 وحدات، يعني الجنب 5. طيب عمودي على المستقيم المر بنقطتين، يعني هو عمودي على مستقيم اخر. يبقى انت لو جبت ميل المستقيم الاخر وقلبته وغيرت اشارته، يبقى ده ميل المستقيم اللي انت عايزه، لانهم متعامدين، وطالما متعامدين يبقى ميل الاول في ميل التاني بسالب 1. كتبنا الخطوات يا ولاد. الميل اقول فرق الصالات على فرق السينات، يعني 7 ناقص 1 على 2 ناقص ناقص 2، تبقى 2 زائد 2، فيبقى الميل بيساوي 3 على 2. يعني ميل المستقيم اللي عايز اجيبه هقلب الكسر وغير الإشارة، يبقى سالب 2 على 3، وبالتالي ص بتساوي ميم سين زائد جيم. الميل بسالب 2 على 3 خلاص، والجزء المقطوع احنا قلنا ان الجيم بخمسة خلاص، يبقى انا كونت كده المعادلة، ص بتساوي سالب 2 على 3 سين زائد 5. تعالوا نشوف المسألة رقم 6. أوجد معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزئين بموجبين وطوليهما 4 و9. طالما جاب لي يعني نقطتين تقاطع، يبقى احنا نجيب بدلات الأجزاء المقطوعة اللي هي سين على 4، نجيب سين ونقسمها على الجزء المقطوع من محور السينات، زائد نجيب صاد ونقسمها على الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو 9، وأقول له بيساوي كام؟ أقول له بيساوي 1 بس. يبقى أنا كده كتب إيه؟ كتبت المعادلة بدلالة الأجزاء المقطوعة. لو حبيت بقى أجيب الميل بقول سالب 9 على 4، دي هي التغير الرأسي على التغير الأفقي، ودي دالة هنا كانت يعني تناقصية يا ولاد، لو اترسمت لازمة تناقصية فهتلاقي سالب 9 على 4، أو تقول له سالب معامل س على معامل ص على طول، اللي أنت هتقول سالب الربع على التسعة تديك سالب 9 على 4. لو عايز تجيب الجزء المقطوع من محور السينات هيبقى 4، والجزء المقطوع من محور الصادات يبقى ب9. رقم 7، معادلة المستقيم المار بالنقطة 2 وسالب 1 وميله بيساوي 2. طيب الميل ب2 خلاص، يبقى ص بتساوي 2 س، بس الجيم ما نعرفهاش يا ولاد. ارجع اخد النقطة بقى ده واعوض بقى في المعادلة عشان اوجد الجيم. رقم 7 يا ولاد، المر بنقطة 2 وسالب 1 وميله ب2، هنفرض المعادلة ص بتساوي م س زائد الجيم. احنا عندنا الميل قلنا اللي هو ب2، يعني ص بتساوي 2 س زائد الجيم، دي المعادلة بتاعتك. بعد كده شوف المستقيم بيمر بالنقطة 2 وسالب 1. طالما بيمر بالنقطة 2 وسالب 1، إذا تحقق معادلته، يعني أنا أعوض مكان السين ب2 في المعادلة بتاعتي، ومكان الصاد بكام؟ بسالب 1، فيبقى سالب 1 بيساوي 2 في 2 ب4، لأن هشيل السين دي وأحط مكانها 2، وأشيل الصاد وأكتب مكانها بسالب 1، فيبقى سالب 1 بيساوي 2 في 2 ب4 يا أستاذ، 4 زائد جيم. بعد كده نتخلص من الأربعة دي، نضيف المعكوس الجمعي للطرفين، فتبقى الجيم بسالب 5. يبقى أنت بتحلها معادلة بعد كده، بعد ما بتجيب الميل بتعوض وتقول ص بتساوي إيه؟ عندك كام؟ 2 س زائد جيم. طب الجيم مش موجودة يا مستر، أعمل إيه؟ أو مختار نقطة المستقيم بيمر بيها، اللي بيمر بالنقطة كام؟ شايفينها؟ اللي هي كام؟ 2 وسالب 1. أرجع أشيل السين وأكتب مكانها 2، وأشيل الصاد وأكتب مكانها سالب 1. ناخد بالنا واحنا بنعوض ما نلخبطش. بعد كده الأربعة تروح بعكس الإشارة، فهتبقى الجيم بسالب 5، وبالتالي المعادلة ص بتساوي 2 س ناقص 5. يبقى أنا كده جبنا المعادلة بدلالة الميل والجزء المقطوع. رقم 8، معادلة المستقيم، أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة سالب 2 و3 عموديا على المستقيم ص بيساوي نص س ناقص 5. طيب انت محتاج ميل، محتاج نقطة تعوض بيها عشان تجيب الجزء المقطوع، لانه ما قالش الجزء المقطوع بكام. طب هو بيقول لي عمودي يا استاذ. طالما عمودي يعني ميل الاول في ميل التاني بسالب 1، يعني ميل المستقيم اللي انا عايز اجيب معادلته ده بيساوي سالب مقلوب الميل التاني، يعني تقلب الميل التاني وتغير الاشارة. طب انت هنا الميل بنص اللي هو ايه؟ معامل س، لان المعادلة جاية جاهزة، ص بتساوي نص س ناقص 5، يعني ميل المعادلة دي بنص، يبقى ميل المعادلة اللي انت عايز تجيبها هيبقى بسالب 2. خلاص تعوض بقى، تقول ان الصاد هتساوي سالب 2 س زائد جيم. طب نجيب جيم ازاي؟ نرجع ناخد النقطة
نعوض بيها. نيجي هنا مكان السين نكتب مكانها كام يا أستاذ؟ مكان السين بسالب 2 هنا أهي، ومكان الصاد نشيل بقى السين نحط مكانها سالب 2، ومكان الصاد نكتب مكانها 3، فيبقى سالب 2 في 2 بسالب 4، نوديها الناحية التانية عكس الإشارة تبقى 3 ناقص 4 بسالب 1، يعني الجيم بسالب 1، وبالتالي المعادلة صاد هتساوي سالب 2 س ناقص 1. نشوف كده خطوات يا أولاد، اللي مفهمش هنشوفها مكتوبة. خطوات كتبتها تحت يا أولاد، الميل هيبقى بنص، ده ميل الأول، وبالتالي ميل المستقيم التاني اللي عايز أجيب معادلته هيبقى بيساوي سالب 2، بقلب الكسر وغير الإشارة، وبالتالي ص هتساوي سالب 2 س زائد ج. طب الجيم أجيبها إزاي؟ أخد النقطة يا أولاد زي ما قلنا من شوية، نحط مكان س بسالب 2 وص ب3، فتبقى 3 بتساوي هنا سالب 2 في 2 ب4 زائد ج، نطرح من الطرفين سالب 4، نتخلص من الأربعة دي نضيف المعكوس الجمع بتاعها، فتبقى 3 ناقص 4 بسالب 1، وبالتالي ج هتساوي سالب 1. يعني المعادلة ص هتساوي م س زائد ج، هنشيل الس ونحط مكانها نشيل ميل ونحط الميل يا ولاد نشيل ونكتب مكانه سالب 2، والجيم ونكتب مكانه سالب 1، فبالتالي ص بتساوي سالب 2 س ناقص 1. يبقى طالما المستقيمين متعامدين يعني حاصل ضرب الميلين بسالب 1، يعني لو انت جبت ميل المستقيم اللي عندك ده تقدر تقلبه وتغير اشارته عشان تجيب ميل المستقيم المطلوب، فبالتالي ص هتساوي كام؟ الميل كان بنص، جاهز اهو يا ولاد. لو كانت السين والصاد في نفس الناحية كنا قلنا سالب معامل سين على معامل صاد، لكن المعادلة هنا جاية جاهزة، يعني جاية في الصورة العامة اللي هي صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. المعادلة دي ميلها بنص وجزءها المقطوع بسالب 5. أنا ما يهمنيش بقى الجزء المقطوع، أنا عايز الميل بس. ليه؟ لأن هو قال لي هنا عمودي، وطالما متعامدين يبقى ميل الأول في ميل التاني بسالب 1، فأنا مش محتاج الجزء المقطوع من المعادلة دي في حاجة، أنا محتاج بس إن أنا أطلع الميل، فالميل هنا بنص. طب لو كانوا متوازيين يا استاذ كان الميل هو هو، تمام، لكن هما متعامدين ما تاخدش الميل بقى زي ما هو، خده واقلبه وغير اشارته وعوض في المعادله بتاعتك، وبعد ما تعوض خد نقطه مستقيم بيمر بيها وعوض بيها عشان تجيب جيم، بعد ما بتجيب جيم بتعوضها في المعادله الاصليه هي والميل، فبالتالي ص بتساوي سالب 2 س ناقص 1. تعالوا يا اولاد نشوف المساله رقم 9، نفس فكرة المسألة اللي فاتت، ولكن هو جاب لي المعادلة هنا أقدر أطلع منها الميل سالب معامل س على معامل ص. بيقول لي أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 وسالب 5 ويوازي المستقيم س زائد 2 ص ناقص 7. طالما متوازيين يعني ميل الأول هو ميل التاني، يبقى الميل هنا سالب معامل س على معامل ص، يبقى سالب 1 على 2 ده الميل. طيب يبقى انا فرضت معادله المستقيم ص بتساوي م س زائد ج تحت اهي يا ولاد، شايفين المعادله ص بتساوي م س زائد ج، الميل هيبقى سالب نص، لان بما ان لام واحد بيوازي لام اتنين اذا م واحد بيساوي م اتنين، فيبقى الميل بسالب نص، وبالتالي المعادله ص بتساوي سالب نص س زائد ج. نفس الفكره، عشان اجيب ج هاخد النقطه اعوضها في المعادله، هكتب مكان الصاد سالب 5 ومكان السين ب3، يبقى سالب 5 بتساوي سالب نص في 3، تمام يا ولاد. اعمل ايه بعد كده؟ اودي العدد بعكس الاشارة، سالب نص في 3 اللي هي سالب 3 على 2، يعني اتخلص من السالب 3 على 2 ان اجمع 3 على 2 في الطرفين، فتبقى الجيم بتساوي كام؟ 3 على 2 ناقص 5 على 2 اللي هي سالب 7 على 2، يعني الجيم طلعت بسالب 7 على 2. يبقى انت هتودي سالب 3 على 2 بعكس الإشارة الناحية التانية، فتبقى موجب 3 على 2 ناقص 5 على 2 بسالب 7 على 2، فالجيم بسالب 7 على 2، وبالتالي المعادلة ص بتساوي سالب نص س زائد ناقص سالب 7 على 2. ممكن ناخد سالب نص عامل مشترك بره، وتبقى س زائد 7 على 2. رقم 10 يا ولاد، أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و2 ويوازي المستقيم الذي يمر بالنقطتين 5 و6 سالب 1 و2. طيب احنا عندنا المستقيمين يا ولاد متوازيين، يعني ميل المستقيم اللي بيمر بالنقطتين 5 و6 وسالب 1 و2 هو نفسه ميل المستقيم اللي انا عايز اجيب معادلته. طيب اجيب الميل ازاي؟ اقول فرق الصادات على فرق السينات، لان المستقيم هنا
بيمر بنقطتين، يعني اقول له الستة ناقص اتنين على خمسة زائد واحد، فيطلع الميل بيساوي أربعة على ستة اللي هي اتنين على تلاتة. اقول له بما ان لام واحد بيوازي لام اتنين، اذا ميم واحد بيساوي ميم اتنين، يعني ميل المستقيم التاني برضه باتنين على تلاتة. شايفين الخطوات؟ اكتبوا ورايا يا ولاد. فبالتالي ص بتساوي ميم س زائد ج، اشيل الميل واكتب مكانه تلتين، فيبقى ص بتساوي تلتين س زائد ج. طيب انا دلوقتي ما عنديش ج، اعمل ايه؟ اخد المستقيم بشوف بيمر بنقطة ايه واعوض بيها. هو بيمر بنقطة 3 و2، يعني ما اخدش بقى اي نقطة من اللي عندنا، لا لازم اركز اشوف المستقيم بيمر بانهي نقطة. فهو بيقول لي انا بيمر بنقطة كام؟ 3 و2. طالما بيمر بنقطة 3 و2 يا استاذ، يعني بتحقق معادلته. تمام، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنشيل السين ونكتب مكانها 3، والصاد ونكتب 2. هو بدأ بصاد، حط مكان الصاد ب2، يبقى 2 بتساوي 2 على 3 في 3 اللي هي السين، فتبقى الجيم بتساوي 2 ها ناقص 2 بصفر، يعني الجيم بصفر، يعني مفيش جزء مقطوع من محور الصادات، يعني صاد هتساوي ميم سين في جيم. الميم خلاص جبناها ب2 على 3 والجيم بصفر، فيبقى صاد بتساوي 2 على 3 سين. تعالوا نشوف رقم 11 يا ولاد، انا كاتبها تحت، موجودة تحت يا ولاد، والحل فوق. المر بالنقطة 1 و2 عموديا، عايزين نجيب معادلة المستقيم. المر بالنقطة 1 و2 عمودي على المستقيم المر بالنقطتين 2 وسالب 3 و5 وسالب 4. دي نفس الفكرة المسألة اللي قبلها، بس هنا عمودي، يعني بعد ما تجيب الميل هتقلب الكسر وتغير الإشارة. فاهمين؟ طب الميل بنجيبه ازاي؟ بقول التغير الرأسي على التغير الأفقي، فرق السيارات على فرق السينات، يعني سالب 3 ناقص ناقص 4 على 2 ناقص 5، فيطلع الميل بسالب 1/3. طب ميل التاني هنقوم يعني قلبين الكسر ومغير الإشارة، بس طالما هو عمودي تعمل كده. يبقى لام واحد، قول بما أن لام واحد عمودي على ميم اتنين، إذا ميم واحد في ميم اتنين بسالب 1، وبالتالي ميل المستقيم التاني هيساوي 3. يعني يا أستاذ عوض في المعادلة مكان الميل ب3، فتبقى ص بتساوي 3 س زائد ج. طيب أنت عندك المعادلة جاهزة أهي، بس مفيش فيها ج، هتعمل إيه؟ هتشوف المستقيم بيمر بالنقطة كام وكام؟ النقطة 1 و2 يا أستاذ، يعني عوض مكان السين بواحد والصاد ب2، تقوم جاي للمعادلة شايل الصاد وحاطط 2، وشايل السين وحاطط مكانها 1، فيبقى 2 بيساوي 3 زائد ج، يعني الجيم هيساوي 2 ناقص 3، يعني الجيم بسالب 1. طب احنا جبنا الجيم بسالب 1، خلاص شيلها بقى وعوضها في المعادلة، تبقى صاد بتساوي 3 سين بدل جيم، بقى حط سالب 1. يبقى انت كده خلصت المسألة بتاعتك، سهلة جدا وعايزة تركيز. خلاص شوف السؤال اللي بعده. تعالوا نشوف مسألة رقم 16، بيقول لي اوجد معادلة المستقيم العمودي على ألف باء من نقطة ألف. خد بالك محدد لك النقطة اللي بيمر بيها، ها حيث ألف سالب 3 و6 وباء 2 و1. طيب هو عمودي يا مستر، طالما عمودي يعني ميل الأول في ميل التاني بسالب 1، يعني أنت هتجيب ميل المستقيم ألف باء وتقلبه وتغير الإشارة، يبقى أنت كده جبت ميل المعادلة اللي أنت عايزها. يبقى الميل بيساوي ايه؟ 1 ناقص 6 على 2 ناقص ناقص 3، يبقى الميل بسالب 1. بما ان لام واحد عمودي على ميم اتنين، اذا ميم واحد في ميم اتنين بسالب 1، يعني ميل المستقيم التاني هيبقى بواحد. طيب انت عندك الميل بواحد اهو، تقدر تكتب المعادلة بقى، ص بتساوي س زائد ج، يعني الميل بواحد خلاص. تبدأ بعد كده تدور على نقطة المستقيم بيمر بيها، متاخدش أي نقطة. هو بيقول لك هنا المستقيم بيمر بنقطة كام وكام؟ النقطة ده عمودي على ألف ب من نقطة ألف، خد بالك يعني نقطة ألف ده بتنتمي للمستقيم الجديد. تمام، يعني احنا مثلا لو رسمناها كده، احنا عندنا مستقيم اهو وفيه مستقيم بيمر بيه، شايفينه؟ ده ألف ب مثلا اللي فوق، وده مستقيم تاني عايزين نجيب معادلته، فهما الاتنين بيمروا بنقطة ألف، فنقطة ألف بتحقق المعادلة. يبقى انا اعوض مكان السين بسالب 3 والصاد ب6، فتبقى 6 بتساوي سالب 3 زائد جيم، يبقى الجيم بتساوي 6 زائد 3 ب9، يعني الجيم ب9، وبالتالي صاد بتساوي س زائد 9. تعالوا نشوف رقم 17، أوجد معادلة المستقيم العمودي على ألف باء من منتصفها، حيث ألف واحد وتلاتة وتلاتة وخمسة نقطة باء. المرة دي عمود على ألف باء بس من المنتصف، يعني انت هتجيب ميل ألف به عادي وتقلبه وتغير الإشارة وتجيب النقطة تعوض بيها، بس النقطة هي النقطة اللي في النص لأنه بيمر بمنتصف القطعة ألف باء.
هنفرض مثلا جيم منتصف الألف باء، وبالتالي الميل بيساوي تقول سالب معامل تغير الرأس على تغير الأفقي يا ولاد، اللي هي 5 ناقص 3 على 3 ناقص 1، الميل هيطلع بواحد. نقلب الكسر ونغير الإشارة، يبقى ميل المستقيم التاني بسالب واحد، ونجيب نقطة منتصف ألف باء، هنجمع السينات ونقسمها على 2 والصادات ونقسمها على 2. عندنا النقطة يا ولاد تحت، شايفين المسألة تحت هي مكتوبة. المنتصف بجيبها بجمع السينات واقسم على 2 والصادات واقسم على 2، هيبقى 1 زائد 3 ب4، 4 على 2 فال2، و3 و5 8 على 2 فال4. ارجع اخد النقطة اعوضها في المعادلة اللي انا جبتها، اعوض مكان السين ب2 ومكان الصاد ب4، فتبقى 4 بتساوي سالب 2 زائد جيم، فبالتالي الجيم هتساوي 6. بعد ما جبنا الجيم ب6 نعوضها في المعادلة، تبقى صاد بتساوي سالب سين زائد 6. نشوف رقم 18 يا ولاد، بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المار منتصف القطعة ألف باء، حيث ألف 4 و8 وباء سالب 2 و4، ويوازي مستقيم معادلته 2 ص بيساوي 4 س ناقص 5. الحل اللي فوق معانا يا ولاد، احنا عايزين معادلة المستقيم اللي بيمر بمنتصف ألف باء وفي نفس الوقت بيوازي مستقيم آخر معادلته 2 ص بتساوي 4 س ناقص 5. شايفينها؟ أول خطوة طالما بيوازي مستقيم، يعني ميل المستقيم اللي عايز أجيبه هو نفسه ميل المستقيم التاني. طب الميل هنجيبه إزاي؟ المعادلة هنا أقسم على 2 عشان تبقى الصاد لوحدها في طرف، فتبقى صاد بتساوي 2 س ناقص 5 على 2. ماشي، دي المعادلة، فيبقى الميل ب2. بعد ما جبنا الميل ب2 هنعوض بقى في المعادلة اللي احنا فرضينها، صاد بتساوي ميم س زائد ج، يبقى صاد بتساوي 2 س زائد 5 زائد ج. طب عشان نجيب الجيم يا مستر هنقوم معوضين بالنقطة. طب فين النقطة دي يا أستاذ؟ ده هو بيقول لي يمر بالمنتصف. طب ما أنت ممكن تجيب نقطة المنتصف اللي هنا، تجمع السينات وتقسمها على 2 والصادات وتقسمها على 2، فيبقى 4 ناقص 2 ب2 على 2 فال1 أهي، وتجمع 8 زائد 4 12، 12 على 2 أهي، 8 زائد 4 ب12 على 2 فال6، يبقى النقطة 1 و6. ترجع المعادلة بتاعتك تكتب مكان السين بواحد ومكان الصاد بست، يبقى الستة بتساوي 2 س زائد جيم، يعني الجيم هتساوي 4، وبالتالي المعادلة ص هتساوي 2 س زائد 4. هنا المعادلة فوق اهي يا ولاد زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف المسألة رقم 20. رقم 20، اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة 2 و3 ويقطع من الجزء الموجب لمحور السينات 4 وحدات. ما نتلخبطش في المسألة دي يا ولاد، لأنه قال لي هنا يقطع من الجزء السالب أو الجزء الموجب لمحور السينات، المفروض نجيب الجزء المقطوع من محور الصادات. فاهمين الكلام؟ طب هو بيمر بالنقطة 2 و3، يعني نقطة بتحقق معادلته. طب بيمر يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات ب4 وحدات، يعني النقطة اللي بيقطعها من محور السينات بيكون إحداثيها 4 و0. فهمتوا الفكرة بتاعت المسألة؟ يبقى النقطة التانية موجودة ولكن عايزة تركيز. لما يقول يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات 4 وحدات، يعني السين ب4 والصاد ب0، لأنه يقطع من محور إيه؟ السينات، فتبقى الصادات ب0. فاهمين؟ يبقى النقطة هيكون اسمها 4 و0. خلاص، أنت بقى عندك نقطتين تقدر تطلع الميل، تقول فرق الصادات على فرق السينات تطلع بسالب 3 على 2، تعوض في المعادلة وترجع تجيب أي نقطة هو بيمر بيها. النقطة إن هي 2 و3، قال 2 و3 بيمر بيه، عوض بقى مكان السين ب2 والصاد ب3 في المعادلة، يعني شيل السين وحط مكانها 2 والصاد حط 3، أو عوض ب4 و0 أسهل، لأن أنت عندك بيمر برضه بين النقطة اللي هي 4 و0، يا إما تعوض بدي أو دي زي ما أنت عايز. احنا هنا عوضنا ب4 و0 عشان في 0 سهلة، هنحط مكان الصاد ب0 والسين ب4، هيبقى سالب 3 على 2 في 4، تبقى سالب 6، تعدي الناحية التانية تبقى الجيم ب6، هيبقى المعادلة ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد 6. تعالوا نرجع تاني المسألة رقم 15، ما قلناهاش يا ولاد. رقم 15، أوجد معادلة المستقيم الذي ميله بيساوي ميل الخط المستقيم ص ناقص 1 على س بيساوي تلت، ويقطع جزءا سالبا من محور الصادات ب3 وحدات. طيب يا ولاد المسألة دي عادية، يعني انت هتعمل مقص بس وتصفي مسألتك تطلع الميل، تمام؟
وبعد ما تطلع الميل هتعوض بيه في المعادلة، وعندك الجيم بسالب 3. طيب نشوف كده احنا حليناها ازاي. هنعمل مقص يا ولاد، طرفين في وسطين، نضرب التلاتة في ص ناقص واحد يبقى 3 ص ناقص 3، ونضرب الواحد في س اهي يبقى الص بتساوي س على 3. يعني هنسيب الص لوحدها، نسيب التلاتة ص لوحدها، ونودي التلاتة بعكس الإشارة. بعدين يبقى 3 ص بيساوي س زائد 3، نقسم على التلاتة يبقى ص بتساوي تلت س زائد الواحد، وبالتالي الميل عندي بتلت. خلاص يبقى ص بتساوي تلت س زائد ج. الجيم بكام؟ بيقول لي يقطع 3 وحدات. فهمت يا ولاد؟ بس من الجزء السالب، يعني الجيم بسالب 3. وبكده يا ولاد نكون خلصنا التمارين الصفحة بتاعتنا. تذاكروا يا ولاد المسائل كويس، وإن شاء الله نكمل بقية التمارين الهندسية المرسومة. حاولوا تحلوا المسائل بإيديكم عشان تفهموا وتستوعبوا يا شباب، يعني ما تسمعش وبس، امسك ورقة وقلم واكتب الخطوات بإيدك وحل المسائل واجتهد، لأن كل دي مسائل امتحانات زي ما احنا شايفين اهو، كلها محافظات، كل المسائل دي بتتكرر، والأسئلة بتيجي يعني ايه بنفس الأفكار، ما بيجيش حاجة ايه جديدة غير دول. يوم ما بيصعب أوي بيجيب مسائل من يقول لي عمودي على نقطة متصافهة، يلخبطني يقول لي محور تماثل، معادلة محور تماثل، كلام من ده. في معادلة محور التماثل طبعا عارفينها، محور التماثل للقطعة المستقيمة بيكون عمودي على القطعة المستقيمة من متصافهة. فهمت يا ولاد؟ اللي هو عمودي على أ ب من متصافهة دي محور تماثل. ممكن يقول لي وجد معادلة محور التماثل للقطعة أ ب، فأنت هتجيب نقطة المنتصف وتعوض بيها وتبقى عارف إن هو عمودي، يبقى محور التماثل عمودي، مش شرط يقول لك إن هو عمودي يعني محور تماثل. فاهمين؟ رقم 17 دي مهمة برضو، كلها مسائل مهمة، تذاكروها كويس وإن شاء الله نكمل بقية الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.